السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عسى اوقاتكم بكل خير متابعيني الكرام. وتغطيتنا اليوم عن تويوتا لاند كروزر شاص غمارتين 2023 اعلى فئة. راح نتعرف على اهم المواصفات واهم المزايا، وعلى فكرة هذا محرك الديزل وارد الوكيل شركة عبد اللطيف جميل. خلونا نتعرف على هذه سيارة البيك اب الدفع الرباعي اليابانية المخصصة للطرق الوعرة والمهام الشاقة. يلا بسم الله. متابعيني الكرام، زي ما تشوفون هذه هي التويوتا لاند كروزر السي 70 بيك اب غمارتين، اللي هي الشاص الغمارتين اختصارا لها، يعني موديل 2023 محرك الديزل اعلى فئه وارد الوكيل، سعر حدود ال 200 و2000 ريال شامل الضريبه. طبعا اتكلم عن السعر الموجود لدى مؤسسه عبد الرحمن عماد الدين للسيارات. زي ما ذكرنا هذه السيارة مخصصة للطرق الوعرة والمهام الشاقة. السيارة ما فيها أي تقنية عصرية جديدة، فقط مخصصة أنك تروح فيها أوفرود، مناطق جدا صعبة، والسيارة تتحمل وتمشي بذيك المناطق. المحرك الموجود عليها محرك ديزل 8 سلندر 4.5 V8 توربو. الجير عادي طبعا حدود 196 حصان. الجير عادي من 5 سرعات يدويه. نظام الدفع فيها فهي رباعيه الدفع، دبل خفيف دبل ثقيل، دفلوك امامي دفلوك خلفي. المواصفات الخارجيه عندنا فتحه تهويه غطاء المحرك، تمثال بشعار تويوتا على غطاء المحرك، شبك الذكرى الثلاثينيه اللي ظهر ب 2015 اطرافه كروم، وبالوسط كلمه تويوتا. إضاءة LED نهارية، كشف الضباب هيلوجين، نور عالي واطي هيلوجين، وعندنا هنا ونش السيارة طبعا 3 طن و600 كيلو، ما شاء الله تبارك الرحمن. رفارف جانبية بنفس لون السيارة، طبعا الصدام جاي باللون الرصاصي. جنوط ألمنيوم مقاسها 16 إنش، مقاس الكفر 265 على 70، طبعا كفرات من نوع الدلوب. وعندنا هذا خاص باللوك للدفع الرباعي، ما راح نشوفه الا بخيارات الديزل، لكن تقدر تضيف اذا سيارتك بنزين. عندنا غليون الجانبي، الوطايه الجانبيه الومنيوم، المرايات كروم، اشارات على الرفارف، مقابر ابواب كروم. نكمل للخلف. طبعا المعلوميه الغمارتين تانكي وقود واحد فقط. لمبة ضباب خلفية، هوك خلفي، طبعا السبيرة خلفي، وعليها تلبيسة، عليها صورة الشايب اللي هو FJ40 تقريبا، FJ40 اذا ما نسيت، اللي هو اذا يعني كان ذكرياتي مضبوطة او ذاكرتي مضبوطة، اللي هو ابو شنب البيك اب الشاص القديم. ننتقل الى صرفية الديزل 9.6 كيلو، سيء جدا نوع الوقود ديزل. الآن ندخل داخل السيارة بسم الله. مقاعدها مخمل، فيها موتور هواء ثابت. نخلص المواصفات بالأمام بعدين ننتقل للخلف، لأن أصلا ما في شيء صراحة يذكر بالخلف. بسم الله، بس نضبط الكرسي. طيب عندنا الزجاج كهربائي، المرايا عندنا هنا، عفوا هنا المرايا كهربائية، السنتر لوك هذا اللي يرفع الار بي ام بالديزل، تحكم في مستوى الاضاءة الخارجية، وهنا دركسون السيارة زي ما نلاحظ. طبعا في فورميكا تخشيب ومكسب الجلد تصميمه رباعي، عصا الانوار، الار بي ام، السرعة، تانك الوقود، الزيت، عندنا هنا الحرارة والبطارية. الدفلوك زي ما ذكرنا فيها دفلوك أمامي دفلوك خلفي. بسم الله، مفاتيح سير ريموت. عندنا هنا هنا الحساس الكفرات. طيب شاشة معلومات، الشاشة هذه تدعم أندرويد أوتو أبل كار بلاي. فورميكا التخشيب اللي موجودة على الطبلون، حاملة أكواب للسائق،
حاملة أكواب للراكب، شاحن لاسلكي للجوال. طبعا شغله نطفي من هنا، وهذا الأنتل نزله من هنا. طيب التراكشن منفذ طاقة كلاسيكي، وعندنا هنا الهاند بريك، مساحة التخزين داخل هذا الدرج. فتحة التهوية داخل هذا الدرج برضو الأمامي. كتبريد تستخدم ديالو بلاك الفورميكا اللي موجودة على أزرار النوافذ. شماسة السائق بدون مراية، شماسة الراكب كذلك بدون مراية. طبعا أكيد المراية الداخلية عادية ما هي تأتين. لاحظوا المساكات منتشرة بالسيارة. مقبض الجير مكسوب الجلد، كذلك مقبض الدبل مكسوب الجلد. فتيح الريموت، هنا حساس الكفرات، طيب هذه السيارة من الخلف فيها قزازة هنا خلف رأس الركاب الخلفيين تفتح طريق يدوية. لبى بالسقف وحيدة. طبعا متابعين كرام هذه أبرز المواصفات اللي موجودة فيها، تعتبر أعلى فئة طبعا كمواصفات أساسية زي الونش، الدوفلوك، الرفارف، فورميك التخشيب، الشاحن اللاسلكي، الشاشة. لكن للأسف إن ما فيها كاميرا خلفية، ما أدري إيش السبب ما خلوا فيها كاميرا خلفية. هذه أبرز المواصفات بالنسبة للأمن والسلامة اللي موجودة بالسيارة. طبعا تكلم سيارة صراحة يعني قديمة، السيارة هذه فعليا شاصية حقها ما تغير من عام 85 تقريبا. فرامل الـ ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حسس كفرات، إرباك للسائق والراكب، وعدد 5 حزمات أمان. ليش تويوتا مستمرة بصنع هذه السيارة؟ مستمرة تويوتا بصنع السيارة هذه لأن هذه سيارة كلاسيكية عليها طلب، مو شرط من الأفراد، ممكن أنت ما تشوفها ما تسوى بالنسبة لك ولا ريال، وبالنسبة لكثير من أصحابك ما تسوى الريال، لكن في ناس فعلا تسوى لهم بمئات الألوف. يعني في أستراليا السيارة هذه على فكرة يحجزونها حجز مسبق عشان يقدر يشتريها، لأن في لها مهام خاصة. طبعا السيارة ما شاء الله أغلب استخداماتها عسكرية، وأغلب استخداماتها مع الشركات تستخدم شيشاق، وما شاء الله تبارك الرحمن عندنا بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج تستخدم خاصة مع أصحاب الحلال. ليش؟ لأن عنده درجات الحرارة دائما، الواحد عنده إبل عنده غنم يكون برا الديرة، طبعا له الله برا الخط السريع، يعني يكون في طريق وعر داخل الطريق، يعني داخل له الله الصحراء على قولتهم، 30-50-70-100 كيلو طريق وعر. فالسيارة هذه تمشي حتى في عز الصيف وهي محملة ما عندها أي مشاكل. أوكي في سيارات أنعم منها، في سيارات أفضل منها وقيمتها أحسن، لكن ما راح تتحمل معها زي ما تتحمل هذه السيارة. يعني ديك حقات دلع، ديك حقات صحيح إن في ناس يصورونها وهي غايصة في الموية كذا وتمشي ويلا رأي الشخص ما يقدر، لكن فعليا هذه السيارة 20-25-30 سنة ما دام أنت مغير زيوتها وأمورها سليمة تبقى شغالة معاك. بس انسى موضوع الراحة، انسى موضوع السلامة، يعني تسمي بسم الله وتمشي على هدوء وتوديك السيارة وين ما تبي. متابعين الكرام أتمنى ما أكون طولت عليكم، أتمنى تكون عجبتكم السيارة. صراحة الغمارتين بالتحديد هذا أغلب اللي يستخدمونها يا شركات يا والله كلها تقريبا شركات أو ناس حقين مقناص، يعني صراحة فيستخدمون الغمارتين ويشيلون الناس معهم، وممكن يستخدمون الحوض في عزبة إلى آخره. منافسين صعبين جدا بهذه الفئة، إنها سيارة مصنوعة كاستخدام عسكري أو استخدام الأعمال الشاقة. فيعني صراحة ممكن نقدر نقول إن الهامر القديم الـ H1 من ضمن المنافسين، بس ذيك على مستوى آخر، يعني ذيك فكر أمريكي ما هنا بفكر ياباني، لكن هذه أقرب مثال لها. حاليا ما عد نلقى شيء من السيارات طبعا اليابانية المنافسة، أو حتى صراحة نقدر نقول السيارات الأمريكية كلها فيها تقنية وفيها مواصفات حداثة إلى آخره، ما رح تكون مان بنفس فكرة هذه السيارة، مجرد مكينة وشوية كهرب على شوية ديكورات داخلية على حديد خارجي ودفرانسات أمامية وخلفية. طولت عليكم
والسلام عليكم ورحمة الله.